يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كل ما يعبد من دون الله يعد وثنا أم هو خاص بالصنم؟ الوثن أعم من الصنم، الوثن كل ما عبد من دون الله من قبر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. كل ما عبد من دون الله فهو وثن، وأما الصنم فهو ما كان على صورة إنسان أو حيوان، هذا الصنم. نعم.